في هذه القضية. أنا صراحة تفاجأت كي شفت الندوة اللي قدمها سيد وكيل الجمهورية وين عرض التهم المتابعة بها هذه الأشخاص المؤثرين والمسير تاع هذه الشركة وأشخاص آخرين اللي كانوا معهم. تفاجأت ويعني عندي بعض الملاحظات اللي تلخص هذه القضية. الملاحظة الأولى، الشيء اللي أثر أنه شخص يكون في مرحلة التحقيق الابتدائي، بمعنى يكون أمام الضبطية القضائية، يتم تسجيله رغم أنه مشتبه فيه، معناه ماهوش متهم، وتسجيل هذا يعرض في القنوات الوطنية. هذا انتهاك صارخ لمبدأ قانوني دولي ولمبدأ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مادته الأولى ودستور نوفمبر 2020. مبدأ قرينة البراءة بعد تسجيل الاستجواب تاعهم وعرضه على القنوات، هذا يعتبر تشهير، هذا يعتبر انتهاك في الحقوق. يعني إذا كان أي شخص يرتكب فعل ماشي من حقنا نشهروا به، وهذه ماشي المرة الأولى اللي تصرع، بمعنى هذا النظام ما تعلمش من الأخطاء اللي قام بها من قبل. النقطة الثانية، تضخيم هذه القضية، هذه ماهيش الوكالة السياحية الأولى اللي تقوم بتجاوزات. كانت فيه ألو نسمعك. ألو سيد زكريا، نسمعك، تفضل. نعم. نسمعك. طيب بالنسبة للنقطة الثانية، هذه ماهيش الوكالة السياحية الأولى اللي تقوم بتجاوزات، وما كانش فيه تضخيم لقضايا مماثلة، وعلاش التضخيم في هذه القضية؟ يعني الواضح فيه نية معينة، بالإضافة إلى الندوة اللي عقدها السيد وكيل الجمهورية، وعلاه يدير ندوة صحفية في قضية اللي نعتبرها قضية مصغرة ماهيش مثل الحجم اللي مدهولها. النقطة الثالثة، الحبس الاحتياطي، هادو ما ناس، ما نحكي على المؤثرين بالضبط، هادو ناس يقدموا كل الضمانات للمثول أمام القضاء، للمثول أمام سيد قاضي التحقيق، وعليه يروح يدير لهم الإيداع، وعليه التفريط في استعمال الحبس الاحتياطي رغم أن الرقابة القضائية تكون استثناء إذا كان فيه ضمانات ما يقدمهاش المتهم يمتثل أمام سيد قاضي التحقيق. رابعا، تضخيم، قلت تكلمت على تضخيم هذه القضية. أنا نظن أن هذه القضية استعملت واستغلت من طرف النظام حتى تكون كإنذار لكل الجزائريين، قال انتوما لأنه حبينا ولا كرهنا هذا المؤثرين كاين ناس يتبعوهم، قال انتوما تجاوزوا الحدود ديالكم، 22 فبراير راهو جاي قريب، مشاكل الزيت والسكر وارتفاع الأسعار تاع المواد الغذائية، رانا ندير لكم أكثر من الناس هذو المعروفين اللي تبعوهم، مؤثرين دوك إيجابيا أو سلبيا ما يهمش، لكن هذ المؤثرين عندهم شباب يتبعوهم. بالتالي أنا نظن أن التضخيم كان بنية، هذه النية سيئة، بالإضافة أنه قضية جديدة في تفريط وانتهاكات من جديد لحقوق الإنسان، بما في ذلك قرينة البراءة، بما في ذلك التفريط في استعمال الحبس الاحتياطي. يعني أنت في رأيك تحويل الأنظار، هناك من ذهب هذا المذهب، وربما تغطية على الجدل المثار حول حرب التسريبات قرميط بونويرة، وفي رأيك أيضا حتى تحسبا ل 22 فبراير المقبل ذكرى الحرب؟ طبعا طبعا، ما فيش تفسير غير تفسير هذا، والمنبط تاعو انه هذه من اساليب النظام. دوك اليوم ليكيب ناسيونال خسرت، دوك ما عندهمش باش يزيدوا يلهيوا الشعب بزاف، كاينه قضيه المؤثرين على بالهم باللي واحد فيهم عنده واحد 5-6 مليون دو فيو،
كاع في اون دي باج ولا في اون في انستغرام ولا تيك توك ولا يتبعوه. دونك هاد الناس اللي راهم يتبعوهم قال هاي اللي رانا درنا لكم سيناريو جديد فيلم جديد كملوا تبعوه. انا ما ننكرش بانه كاين فيها ضحايا قدموا الشهادات تاعهم، لكن في هذا النوع من القضايا تاع النصب الضحيه كي تسقسيه تقول انت واش تحقيت، يقول لك نسحق دراهمي، تقول له يا لو كان هذا المتهم او من قام بهذا الفعل المعاقب عنه قانونا لما قدرش انا نكيفه، وانما الواضح بان مسير هذه الشركه قام بتجاوزات. قال واش تحق الضحيه نعاقبوه 30 سنه ما يهموش، نعاقبوا 20 سنه ما يهموش، واش يهموه دراهمه. على بالك باللي قضايا هذا النوع من القضايا التنفيذ صعيب في الجزائر. مثلا دوك لو كان يحكم القاضي فرضا يحكم القاضي 100 مليون لكل ضحيه، ومن بعد التنفيذ تاعو على امر الواقع لو كان ما يقدروش يديروه ضد المتهم حتى لو كان حكموا عليه المؤبد. طب هذا النوع من القضايا نعم طبعا هذه القضايا لافت انه صاحب الشركه الوهميه تردد انه ابن برلمانيه سابقه، وحتى في شهادات ضحايا النصب تحدثوا عن تهديدات تلقوها وتخويف بان هؤلاء لديهم نفوذ وباستطاعتهم اضرارهم حتى. فعلا شوف على حسب تصريحات الضحايا هذا واش قالوا، لكن الى تلاحظ بان الضحايا ما جبدوش كاع المؤثرين، جبدوا مسير شركه قال هاي اللي كمدينا له هاي واش قال لنا، هذ المؤثرين راحوا غفارين ذنوب. صح فعلا داو دراهم، داو دراهم في اطار عقد، انا ماشي باش ندافع عليهم. هذا اي واحد تروح تستشيره ولا تشوف رايه في الشارع الجزائري يقول لك نفس الشيء، السيد خدم دا دراهمه ما كانش على باله باللي راح تصرى فيه تجاوزات من طرف مسير الشركه، لاخاطش لو كان على باله مباشرة راه متواطئ. اللي ما على بالوش ما يقدرش يتحمل المسؤولية أنه قام بصفقة عقد مع شركة معينة دار المنتوج تاعها. على بالك في الدول الأوروبية تطوروا في التشريعات تاعهم باش لحقوا يديروا تشريع لوضعية كما هذه. احنا التشريعات اللي صدرت من 2019 إلى يومنا هذا هي تشريعات قمعية. دوك هذا المؤثرين تحكم عليهم 15 سنه كي هما كي مسير المؤسسه، والضحايا كيف حكايتهم؟ طيب ولكن حتى يقعدوا يستناو. في رايك هل هناك من ذهب الى طرح نظريه انه النظام لا يريد، يريد الجميع تحت السيطره، حتى يعني المؤثرين يريد الجميع ان يكون لا يخرج عن سيطره النظام اي احد، ما رايك في هذا الطرح؟ وبالتالي إلى الجانب الذي أشرت إليه جانب تحويل الأنظار، هناك هذا الجانب من النظام أنه مؤثر أو مش مؤثر لا تخرج عن سيطرة النظام، هل هذا الطرح دقيق في رأيك؟ هذا الطرح صحيح. هذه هي الدولة العسكرية، هذه الدولة العسكرية اللي ما تأمنش بالحقوق، ما تأمنش بالحريات، وما تأمنش بدولة الحق والقانون، هذه هي في عقليتهم، معناها الكل يخضع للأمر. لاخاطش لو كان الكل يخضع للقانون ماشي هذا المؤثرين اللي تروح تتابعهم قضايا، كاين قضايا مهمه اللي كان لازم يفتح فيها للجهات المختصه تفتح فيها تحقيق. كاين فيه مجالات وين لازم يكون فيه انفتاح، وين لازم يكون فيه عدل، وين لازم يكون فيه عداله، يعني الامور المهمه اللي تخص المواطن الجزائري في تمتع بحقوقه والتزامه بواجباته هذه غير ممكنه. انت كي تكون انت امام في عايش في دوله فيها نظام تسلطي ما تقدر تنتظر منه اي حريه ولا اي حقوق، بالتالي هذا الطرح هو جد صحيح. واللي يحاول يعني ينكر هذا الطرح ما هو الا منافق مع نفسه، لانه هذه هي الحقيقه اللي نعيشها، الكل يخضع لامر السلطه، والا فان عندنا القضاء، والا فان عندنا الشرطه القضائيه، واصبحت الامور على بالك جد بسيطه. قال تكلمت مشيت انت كنت تمشي في الطريق نحكموك نديروك مساس بالوحده الوطنيه وروح للحبس روح للحراش. بالمناسبة يعني وحدة كيما هذه نعم تفضل تفضل يعني وحدة كيما هذيك نوميديا للزول امرأة في عمرها 25 سنة تروح تديها هكذاك للقليعة. طب وهي التي
نعم. وهي التي كانت في حملة لجمع التبرعات في أزمة الأكسجين قبل أشهر فقط، ساهمت مع مؤثرين آخرين في جمع أموال معتبرة. فعلا، مهما يكونوا قاموا به هذ المؤثرين، يقعدوا الشباب الجزائري إذا غلطوا نوروا لهم وشنو الغلطة تاعكم، ما نبعتوهمش للحبس. النظام هذا أصبح بالنسبة لي الحبس سهل، قال بعث عند قاضي التحقيق روح دير إيداع. ما يقدروش يفهموا باللي راهو يحطموا له حياته، باللي كاين في الشعب ما راحش يعني ينتقم هذ المؤثرين، وراح يتضامن معاهم اكثر واكثر. يعني عشنا فيه مرحله اللي كان فيه الحراكيين في كل مره متابعه قضايا الى يومنا هذا، ما زلنا قلنا بالك هتهم ربي راح يوقفوا شويه من هذا الحمله تاع الاعتقالات والايداع. يعني ما كانش كيفاش. بالمناسبة أشرت إلى الجانب التجييش الإعلامي وهذه التغطية الإعلامية الكبيرة لهذه القضية، بينما صمت تام على قضية إضراب المحامين. الآن تقريبا أسبوع من إضراب المحامين، ليس بلاك أوت، ليس هناك تغطية إعلامية للموضوع. والله كان عندنا إحساس أنه خلاص الإعلام خضع لكل ما يصدر من أوامر هذه السلطة. يعني المفروض الإعلام يكون القوة الرابعة في أي دولة، الإعلام أصبح تابع مباشرة للنظام، وسيلة وأداة من أدوات النظام، حاجة لتعني المواطن اللي هي إضراب المحامين. وعلاه المحامين يديروا إضراب؟ ماشي فقط لأمور تتعلق بالمهنة، وإنما هذه الأمور لها انعكاس مباشر على قدرات المواطن. يعني حنايا نعطيك أبسط مثال، حنا كي تروحوا في قانون المالية يرفعون الضرائب بهذه الطريقة، حنا نكونوا مجبرين أن نرفعوا الأتعاب، وبالتالي ستثقل كاهل المواطن، يصبح ما يقدرش مابا يدير محامي. هما حابين يلحقوا لهذا النقطة. قرر الاتحاد المحامين أنه يقوم بإضراب، راه لمدة أسبوع تم شل كل المحاكم والمجالس القضائية، والإعلام ما يتكلمش عليه، وكأنه بالنسبة لهم لا حدث. لكن كي يتعلق الأمر بقضية المؤثرين هذه، وهذه القضية اللي داروها النافيل، فيه ندوة، كل وسائل تتكلم عليه، كل الصحافة تتكلم على هذه القضية، يعني باش تشوف لحقنا بالتي خلاص حتى الإعلام رضخ، أصبح وسيلة من وسائل النظام هذا. شكرا.